اخر شهرين في السنه يقال ان في، عارفه الكوبايه اللي تمسكيها وتقومي قلباها فتجيبي اخرها اولها واولها اخرها، في في نقله رهيبه لكل انقلابات يعني في الابراج الحياة. في الشهرين الجايين ده، كل الناس بتقوله بره وجوه، هل ده صحيح؟ هو انا ينفع ما اجاوبش؟ لا ينفع تجاوبي طيب طبعا، مش خلينا اسال. نقول ان من 4 11 يبقى انا صح. اللي سمعتيه صح. ما انا من يعني 4 كنت انا 11 دارسه فلك، هيحصل ايه؟ انا بقول لك انا سمعته بره في ناس مخضرمين من بطريقه. 4 11 كوكب المريخ الناري هينتقل من السرطان للأسد، نار في نار، هو كوكب فيعمل ايه ناري بقى؟ داخل على برج كل ناري، كلنا هيتقلب حالنا. فموقعه في الأسد عامل تربيع مع أورانوس اللي في الثور، وفي نفس الوقت مواجه للشمس اللي في العقرب. فأنت مخرب الدنيا يا مريخ بالزوايا، حاجة اسمها هارد أسبكت. فده بيعمل ايه بقى؟ صراعات صراعات صراعات. حطي بقى تحت الصراعات دي كل اشكالها اللي احنا نتخيله، احنا ما لا نقدرش نقول ايه الصراع، مفيش لا علم فلك. لا لا انا بتكلم اسمي. مش سياسه، انا بتكلم في شخصيات. في شخصيات يعني ممكن ست مع جوزها يتخانقوا، ممكن ام مع عيالها، وفي ممكن ابراج محدده هتبقى هي الاكثر معنيه اكثر من غيرها. لكن لو هنتكلم على المشهد العام سياسيا وعالميا، لا هو احنا داخلين على فتره صعبه حقيقي. شهرين من 4 لكام؟ لاخر السنه. احنا المريخ شهرين. قاعد في هذا يقال الموقع انه لاخر شهرين. العام. احنا نقول ان اخر شهرين في المريخ السنه في من اصعب مكانه هذا. الشهور. طب ايه انا قلت لكم ما بلاش اجاوب. ايه اكتر الابراج المتضرره؟ بصي بقى، المعنيه دلوقتي بوجود المريخ مع بس العقرب كويس مع الثور بهذا ذكر. دلوقتي اللي هو الاسبوع ده ولا الشهر ده؟ بس مش يعني عارفه، ساعات باخد بالي من طاقه الكلمه، ببقى فاهمه ونقوله مره وخلاص. في بقى طاقة الكلمة انت تستدعي الصراعات، يعني انا دلوقتي قلت كلمة صراعات فانت بتأكدي. لا هو احنا بس فطبعا كله هيبقى هي خير، روح يا لكن صراع روح يا صراع. اللي بيقال ان ده حقيقي. اخر شهرين في السنة صعب. على الكل صعب. هتبقى من حاجات اللي عارفة لما تبقي حاسة ان انت هي بتمشي بس هي ماسكاكي في الارض، هم حاطة طوب في رجلك، ده لينا كلنا حقيقي جدا. واللي هيحسها شهر نوفمبر مين؟ هما كل شهر في حد هيحس، هي متقسمة، اللي هيحس الكلام ده في شهر نوفمبر الثور. ابعد يا شتان ابعد يا شتان. الثور والأسد والقوس والدلو. الثور والأسد والقوس والدلو أكتر المتضررين في شهر في نوفمبر. طيب وفي 12؟ لا هنروح بقى في 12 بقى توقعات. ال 12 مش عايزين نحرقها، بس كل هم احنا دلوقتي عندنا شهر نوفمبر كل ده أسبابه إن طبعا مواقع الكواكب مع نار قدام نار. طبعا طبعا، يعني هقول لك حاجه، الـ الـ الاسد في ما في ارباك في البيت، في البيت مع الزوج مع الام مع الاب مع الاخوات مع امور بيتي مع امور حياتي، ففي ارباك ازعاج. في شقلبه في البيت، في شقلبه زي ما بتقولي، ودماغي مشغوله. الثور تعبان، الدلو وجود الكواكب دي عملاله رغي وكلام وشوشره. كل شهر فاكره يا سويره اقول لك، كل شهر بيجي الشمس في بيت السمعه والفضايح. ايوه انا فاكره دايما. طب ما انا قلت في اول الشهر الدلو عندك كشف اسرار وعندك مشاكل وعندك فضايح وعندك مواضيع كانت في السر وهتتكشف، يعني بتلاقي دايما. فالدلو ياخد باله على اسراره وعلى مواضيعه وعندك انكشاف لامور الناس اللي في علاقات ثلاثيه، او يكشف له شخصيات، ربنا يكشف له لا. شخصيات ضاره. لا هي بتقول لك الشخصيات الثلاثيه، هو اللي هينكشف علاقات الثلاثيه، هو اللي هينكشف مش هيكشف له. في ناس ربنا زي الحوت، ربنا هيكشف لك شخصيات ضاره دي. في فرق كبير، لكن انت هينكشف عندك مواضيع انت ما كنتش عايزه تتعرف، زي العلاقات الثلاثيه اللي بتجوز انت اللي قلتي زي ما انا بقول منك يعني. وفي مثلا حد زي قصه مخدرات، قصه حد مخبي فلوس كده ومش عايز يعرف حد عنها حاجه، فهتلاقي مثلا ايه جواب البنك وقع في ايد مرات، انكشاف حاجات انت مش عايزها تتعرف. فدي المشكله عندك يا دلو. لكن انكشاف الناس الوحشه ده دي ميزه، انا بعتبرها ميزه، انت عرفت الوحش وبتطلعه من حياتك. فالدلو مش يخلي باله قوي على مواضيعه، الاسد يخلي باله من المشاكل، القوس ثور يخلي باله من صحته، والثور جدا، والقوس القوس صحته، والقوس مواضيع بتبوظ. يعني ايه مثلا؟ فجأة كده الشركة اللي انت بشتغل فيها تلغي عقد معاك، فجأة حاجات انت كنت مستقر فيها وفجأة يحصل لك انقلاب لا تتوقعها. طب والتور مواضيع بتبوظ شوية، والتور صحته ومشاكل برضه.
مشاكل مع اللي حواليه، مع شراكاته، يعني ست اللي متجوزة ممكن تعمل مشكلة كبيرة مع جوزها، شراكة مهنية، شراكة مالية، شراكة عقود، قضايا، مواريث، بيع وشراء، يعني الصحة وفي نفس الوقت مواضيعك اللي هي فيها معاملات. دول اكتر اربع ابراج هيبقى عندهم معاناه، يخلوا بالهم جدا. الشهر اللي نوفمبر. جاي الحلوين بقى، الحلوين بقى، العقرب بقى، والحوت والسرطان والعذراء والجدي، اعتبر وعد. دول الخمسه قالت سرطان. متاكدين؟ متأكدين. انا سمعت يا سهير، هي بتقول لها يا سهير انت مش سرطان بيور، انت سرطان جوزائي. صح؟ طبعا. فلما بتحسي ان انت ما عندكيش حظوظ السرطان كامله، انك واخده شويه من الجوزاء والعقده على الرقبه، والجوزاء صحته مش كويسه الشهر ده، لكن عنده حاجات ما قلتوش ليه في المتضررين، لان الجوزاء في النص عنده حاجات مهنيه حلوه قوي وعنده صحته مش مواكبه الحاجات اللي عليه، لكن انا ما اقدرش احطك في الوحشين. طب والمهنه والحاجات الحلوه المهنيه اللي جايه لك دي، لا لازم احطها في الاعتبار. طب خلينا نقول بقى الحلوين اللي عندهم بقى. الحلوين اول حاجه نبتدي بالعقرب، لان هو صاحب عيد ميلاد. انت عندك استعاده حاجات كتير قوي يا عقرب راحت منك. خليني بس اوضح حاجه، ان العقرب الشهر اللي فات يا جماعه كان تعبان نفسيا قوي قوي كتير، محتاج بقى الشهر ده كده يعني يتعافى. فانت عقرب عندك تعافي الشهر ده من اللي انت شفته الفتره اللي فاتت. خلاص، فانت هتحاول تسعد نفسك، تسافر وتروح وتيجي وتنبسط وتحتفل بعيد ميلادك وتتغير جو، ده العقرب. فانت عندك استعاده حاجات حلوه. تاني واحد الحوت، لان الشمس في بيت الحظ بالنسبه له، فعندك مال وعندك سفر وعندك كسب بعمله اجنبيه وعندك تعلم، حصول على شهاده او هتتخطى شهاده، هتحصل على شهاده، بكالوريوس، دكتوراه، ماجستير، هتحط ماستر، في حاجه هتعملها. بالنسبه للسرطان عندك ظهور وعندك انتشار وعندك انا موجود، يعني الناس شايفاك والناس بتشيد بكفاءتك يعني مجهودك متشاف، فعندك تقدير وعندك تكريم في حاجه. وفي حاجه تخص اولادك يا سرطان هتبسطك، جوازهم، خلفتهم، تخرجهم، في حاجه تخص بيت الاولاد عند السرطان هتبسطه. العذراء عندك سفر هيجيب فلوس، عندك مشاريع، عندك استثمارات، عندك مشاكل بتتحل، لان القمر هنا الشمس موجوده في البيت التالت ده يعني سفر، التالت ده يعني فلوس، التالت ده يعني خطوبه للي مش مخطوبين، ممكن يجي لك حد يخطبك او يصرح بحبه او يعترف لك بحبه، يعني ده للشباب العزاب يعني. برضو خلفه وانجاب للي بقى لهم تاخر كتير حلم الانجاب. عندك حاجات حلوه ليه يأسة كده يا دي؟ على فكره دي بشارات، مش لو كنت قلت معجزات كنت هتبصيني كده. البشارات انا قاعده اقول بشارات وفينا مش مصدقه. السفر اللي يجيب فلوس زي ده مش مصدقه. لا مصدقه بس يعني لا عندك انفراجات حلوه. يبقى البشارات والانفراجات للسرطان والعذراء والعقرب والحوت والجدي. والحوت ما قلتيش بقى الحوت عنده ايه والجدي عنده ايه؟ قلت الحوت طبعا، كنت سامعاني يا سوسو كنت سرحانه. الحوت قلت، عند الحوت عندك سفر وعندك كسب بعمله اجنبيه وقلت حاجات كتير. الجدي عنده مساعده جايه له من حد، هتفتح له باب مقفول، وعنده حاجه جماعيه هتتم، كانه هيدخل جروب او كيان او تحالف او فريق عمل، هو في وسط فريق عمل بس هو هيظهر وهيحقق نجاح. فعندك مساعده كبيره جايه لك الفتره اللي جايه من باب مساعدات، حد هيلعب دور في حياتك يا جدي هيفتح لك ابواب كتير كانت مقفله. طب كويس، دول المحظوظين، واحنا قلنا اللي مش محظوظين. في بقى الناس اللي هي في المنطقه الدافئه بقى. احنا خلاص قلنا دول. انا شايفه ان الحمل في المنطقه الدافئه، لان الحمل كان متعاكس، فعندك حاجه ماليه هتتم حلوه، وعقد هيتمضي حلو، وخروج من مأزق كنت فيه، وحاجه قضائيه حلوه. فانت يا حمل في المنطقه بتحل مشاكلك اللي كانت موجوده. والجوزاء انا قلت ان الجوزاء صحيا لازم ياخد باله جدا جدا، في حاجه قديمه ممكن تظهر، ومهنيا رائع. فمش قادره مش عارفه احطه فين يعني مهنيا رائع مهنيا جميل، صحيا عوده بعض الاعراض القديمه. فانت حلك انك تقوي مناعتك، ابعد عن الاماكن المزدحمه، ابعد عن اماكن العدوى. يعني الجوزاء